في بادرة لتقديم المساعدة للمصابين بفيروس كورونا، أقدم عدد من النحالين في كربلاء على تقديم عبوات العسل للمصابين لما فيه من منفعة صحية عامة. في مبادرة إنسانية مهمة ودعما منهم لأبناء كربلاء من المصابين بفيروس كورونا والراقدين في الحجر الصحي بمدينة الإمام الحسين الطبية، قام عدد من نحالي المحافظة بتوزيع عبوات من العسل الطبيعي بهدف زيادة مناعة المصابين. اليوم بادر جمع من نحالي كربلاء بواسطة جمعية نحالي كربلاء التخصصية بجمع عدد من العسل، كميات من العسل، وإيصالها إلى المرضى الراقدين في شعبة الحميات في مستشفى الحسيني في كربلاء. الهدف منه لزيادة معنوياتهم أولا، ومبدأ التكافل الاجتماعي، وثانيا معروف أن العسل فوائد لزيادة المناعة وزيادة قوة الجسم. وهذه إن شاء الله تكون بادرة خير. هذه الوجبة الأولى اليوم إن شاء الله. إحنا عندنا وجبات بالتنسيق مع إدارة المستشفى، وجبات متتابعة حسب حاجة المرضى الراقدين. مبادرتنا وأخوتنا وهن المرضى اللي ضروري نقف وياهم بهاي المحنة. موضوع العسل طبعا إحنا مؤمنين قناعة، وعندنا قناعة كاملة إنه العسل هو يقوي الجهاز المناعي ويفيدهم بهاي حالتهم الحالية، وإن شاء الله الشفاء العاجل لكل مرضى العراق. تأكيد مستمر من الأطباء المختصين بالتغذية لتناول العسل الطبيعي بكميات معقولة لما له من فوائد عديدة في زيادة مناعة جسم الإنسان، خصوصا المصابين بهذا الوباء، إلا أنهم نصحوا بضرورة تناول الغذاء الصحي وشرب كميات كبيرة من الماء واتباع الإرشادات الوقائية الصحية، مع ضرورة تناول المصابين العلاج المطلوب ليساهم في سرعة شفائهم. تقوى المناعة فشيء إيجابي ويعزز الصحة يعني، بس قلنا إذا لا سمح الله أداء صاحب المرض ممكن يقلش، أو المصاب إذا أخذ العسل راح يفيده يقوي، ممكن يحسن صحته، يساهم بتعديل تقوية المناعة وتسريع الشفاء. وأغلب حالات الإصابة هي حالات بسيطة صراحة، ويعني هو غذاء صحي، ممكن تهوية جيدة. لازم يحمي المصاب مرتين حتى اللي يشك بروحه، لازم ما يحتك بالآخرين، يعني الابتعاد بأنه تحمي الآخرين، وشرب كميات معتدلة من الماء، الأشياء الدافئة، والتأخذ العلاج اللي وصفه للطبيب. بدورها أعلنت الطبيبة المختصة ومسؤولة شعبة الأمراض الانتقالية في المستشفى عن تماثل عدد من المصابين بالشفاء، وسيخلى سبيلهم بعد وصول نتائج التحليل المختبري التي أرسلت إلى المختبر المركزي في بغداد للتأكد من الأمر. اليوم موضوع المرضى شلونهم اليوم صحتهم؟ الحمد لله، عندنا اعداد يعني ان شاء الله راح يطلعون شفاء، يكتسبون الشفاء، بس ننتظر التحاليلات اللي تجينا من بغداد ونطلعهم، اذا جت سالبه نطلعهم. الادويه كلها متوفره، المستلزمات الطبيه متوفره، عده الحمايه الشخصيه كلها متوفره. مواقف إنسانية مشرفة وليست بجديدة على أبناء العراق الغيارة، ففي أوقات الأزمات والمحن نشاهد تسابقهم في تقديم الدعم وإطلاق المبادرات المهمة لتخفف من معاناة المرضى المصابين بهذا الوباء الخطير. من كربلاء، طارق الخفاجي، قناة الرشيد الفضائية.